كريم شيل الكمامة بس دي عشان ايه اعرف اسمع صوتك. ماشي كريم، احكي لنا على المشروع بتاعك. والله الفكرة بدأت معايا من 4 سنين وكان حلم عمري بالنسبة لي. فالفكرة جت ان انا كنت لسه صغير وكده، فاللي هو ما اقدرش ان انا مثلا اشيل مسؤولية. فالفكرة جت ان انا فكرة التنفيذ بتاعته جت بقى لها يجي سنة كده وشوية، فكان الموضوع مؤثر في الفلوس وكده، فقلت ان هو احاول ان انا اشتغل شوية واحاول ان انا الم دنيتي واطلع الشين وكده عشان اعمله. فجت الفكرة برضه ان انا حتى بعد ما اشتغلت السنة دي طبعا الدنيا مقصرة خالص والجو غلى زي ما انت عارف وكده، فجت ان انا قلت بقى لازم ان انا اتحرك، لازم ان انا اعمل حاجة. فعرضت الفكرة على صاحبي وصاحب عمري عامة يعني كرولس، ده كرولس نظار. فمفيش فرق زي ما انت عارف ما بين مسلم ومسيحي والكلام ده. فانا اصلا يعني عرضت الفكرة عليه وهو تقبل الفكرة وقال لي ان انا معاك واقدر ان انا اقوم بالمشروع معاك ودينا في ايدين بعض ونقدر نعمل حاجه مع بعض. طيب جبتوا يعني المشروع ده كلفكم قد ايه؟ المشروع ده دخل حوالي 75,000 جنيه. فالفكره جت ان احنا ما كناش معانا فلوس والماده كانت مقصره برضو، فان احنا اهلنا من صغرنا معودين ان احنا نطلع نعتمد على نفسنا. في حكاية فلوس، في حكاية شغل، في أي حاجة، قال لك اعتمد على نفسك في أي مصلحة تخصك. فالفكرة جت إن احنا اعتمدنا على نفسنا، رحنا عملنا قرضات وابتدينا فكرة التنفيذ في المشروع. فجي كرولوس قال لي إن أنا كنت شغال عادي في الكافيه، فجي قال لي إن أنا اشتغلت وطلعت خشب واستلفت فلوس. يعني انتوا اللي عملتوا المشروع؟ احنا اللي عملنا واحنا اللي ابتدينا التنفيذ بتاعه من الالف للياء. اي حاجه في المشروع احنا عاملينها. والفكره كمان ان يعني ربنا بعت كرولس في السماء ان اي حاجه في الزكاه محتاجه مجاره. اي حاجه في المكان زي ما بقول لك كده حرفيا بمعنى الكلمه محتاجه نظاره واقف في المكان، اللي هو مثلا شغل كهرباء محتاج نظاره، شغل سباكه محتاج نظاره، اي شغل حداده العجل اللي معمول حداده في المكان ده محتاج نظارة، أي حاجة في المكان محتاجة نظارة. طيب. فالفكرة إن صاحبها واقف بإيدينا. طيب إيه أنتوا هل رحتوا مجلس المدينة اتكلمتوا معاهم؟ كان في استجابة منهم؟ إحنا رحنا الصراحة مجلس المدينة والناس كانوا متقبلين الفكرة بمستوى عظيم وتحمسوا لفكرتنا وشجعونا وقالوا لنا إن إحنا بظهركم وفي أي وقت إحنا معاكم، وابتدوا فكرة التنفيذ. ولو الرخصة فضلت عليها بدري لسه مش هنطلعها دلوقتي، اشتغلوا عادي وكملوا شغل واحنا مع بعضنا في الرخصه. والفضل يرجع للاستاذ هاني جويلي رئيس مركز مجلس ومدينه ربا والاستاذ المحترم الاستاذ وليد كامي. استاذ وليد الصراحه دعمنا بشكل كبير جدا يعني ووقف في ظهرنا لحد اللحظه دي وهو. طيب كريم كلمني على الناس بقى، الموضوع الفكره قبلت هنا في بيبا ازاي؟ والله الفكره جت اول الايام كان الناس لسه ما استجابتش الموضوع ان الفكره. طب ودلوقتي؟ موجوده في بيبا وكده. حاولنا اول اسبوع ان احنا اللي هو نوزع المنيوات على الناس ونقول لهم تعالوا جربوا، خدوا فكره، احنا مش عايزينكم تشتروا، تجربوا، مش عايزين فلوس والكلام ده، عشان الناس برضو تيجي لها التشجيع ان هي تيجي تقرب عند المكان تعرف ايه ده. بس فالكثافه كانت موجوده اكتر من الشباب قبل البنات، اللي هو ان الشاب كان مكتوب يجي يدخل على المكان. الاسعار كان متخيل ان الاسعار غاليه صح؟ كان متخيل ان الاسعار ممكن تكون مش الاسعار غاليه، كانت الفكره ان دي حاجه احنا الحاجه دي ما فيش حد عاملها في البلد. فاحنا كنا ولا في بنسيف عامه يعني بنسيف معموله بس حاجه بتاعت اكل وحاجه صغيره مش نفس الستايل ده. فهي الفكره جت معانا ان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه في بلدنا. يعني انت دارس ايه يا وليد يا كريم؟ انا معايا دبلوم صناعي. دبلوم صناعي. حلمك ايه بقى للمشروع؟ انا حلمي للمشروع ان انا يا حبيبي حلمك ايه للمشروع؟ لا طيب حلم المشروع ان انا ربنا يكرمنا ونعمل فرع تاني وثالث ورابع وبرضه بنفس المكان ده. ومش هقول لك احنا مش عايزين نفتح كافيه ولا عايزين نفتح مطعم، احنا عايزين نفتح فرع تاني وثالث وتوصل لحد الفرع العاشر لشارع 10 اللي هي احنا متحمسين لفكره الاسم بناء على ان احنا
10 فروع. 10 فروع اللي هو احنا حتى لو جات لنا الفرصه ان احنا مش هقول لك هنأجر كافيه، لا احنا نشتري كافيه، احنا مش هنشتري كافيه، احنا هنفتح زي ده واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد بلا نهايه ان شاء الله، يعني بعوم من عند ربنا ويبقى لنا فروع جميع انحاء مصر. الشريك الثاني اللي كريم في شارع 10، احكي لنا على اولا صداقتك بكريم، انتوا اصدقاء ليكم قد ايه؟ احنا اصدقاء بقالنا 4-5 سنين، وبصراحه صاحبت كتير وقليل، ما لقيتش صديق وقت وصديق طموح وصديق واقف جنبي بطريقه ما تتوصفش زي كريم. بس فهو فكره المشروع جت من ايه؟ الفكره جت ان انا كنت بقعد في كافيه هو كان شغال فيه بقاله فتره، فالمهم وانا قاعد في الكافيه بالصدفه كده لقيته جاي بيقول لي، بيوريني صور على الموبايل عنده، بيقول لي انا عايز اعمل حاجه نجاره زي كده، عربيه زي كده نجاره. قلت له ماشي عينيا ليك والكلام ده، بس هو قال لي انا الماديه معصره معايا شويه ويعني ايه عايز اعملها بس عايز الم الدنيا فيها. قلت له خلاص انا معاك اعمل لك اللي انت عايزه، بس يعني ايه برضه انا الفلوس معايا مش معايا فلوس، انا ممكن اوفر لك ومصنعيتي بس كخامات لا، احنا لازم فلوس بس. فالمهم انا اقترحت عليه بقول له طب بقول لك ايه يا كريم، يعني ايه رايك نبقى مع بعضينا نخش الشركه ونعمل الحاجه دي مع بعضينا؟ فالراجل اتقبل ولقيته منبهر بالكلام واللي هو ده بجد، قلت له اه بجد يا عم نبقى مع بعضينا وايدينا في ايدين بعض ونعمل اللي احنا عايزينه. فقال لي يا عم ماشي وانا موافق، اللي هو يعني واحنا قاعدين كده انا ما كنتش كنت رايح الكافيه مخنوق بقى اللي هو خناقات الشارع والبيت والكلام ده، عايز رايح افك عن نفسي. المشروع اتكلف خد وقت قد ايه؟ وقت يا باشا انا من ناحيه الوقت احنا يعني مثلا الفكره اللي كانت جايبانا يعني مش عارفين نخلص الفلوس، يعني لو في فلوس بتخلص كل حاجه في نفس الوقت. طب البيت عندك كان رد فعله ايه للمشروع؟ والله البيت عندي محدش هو بتدي هي اكتر ناس